من المفكرين القلائل على مستوى الوطن العربي، يطلق عليه حتى اليوم لقب المعلم الشهيد. قتله حافظ أسد خوفاً من معارضته ومن رمزيته. فمن هو كمال جنبلاط؟ جايين يا أرز الجبل. ولد كمال جنبلاط في قرية المختارة ضمن محافظة جبل لبنان عام 1917. ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ قوي في لبنان. فوالده فؤاد بيك جنبلاط كان قائم مقام قضاء الشوف زمن الفرنسيين، وتم اغتياله عام 1921 على يد قطاع طرق في منطقة عين بال التابعة لقضاء الشوف. عاش كمال جنبلاط منذ طفولته المبكرة يتيم الأب، فتكفلت أمه نظيرة جنبلاط بتربيته مع أخته ليندا. وفي نفس الوقت شغلت نظيرة جنبلاط دور الزعامة للدروز والناطقة باسمهم في لبنان. بدأ كمال تعليمه على يد مربية خاصة، وفي العام 26 التحق بمعهد العزاريين في كسروان حتى العام 37. أرسلته والدته عام 38 لتعلم القانون في جامعة السوربون في باريس، والتحق هناك أيضاً بمعاهد الفلسفة وعلم الاجتماع. ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عاد إلى لبنان ليكمل دراسة الحقوق في الجامعة اليسوعية. أسس العديد من الجمعيات لمساعدة الفقراء والمتضررين من الحرب العالمية الثانية، ليدخل معترك الحياة السياسية عام 43، حيث تمت مبايعته بزعامة الدروز بعد وفاة ابن عمه وزوج أخته حكمة جنبلاط. وفي نفس العام فاز بالانتخابات النيابية وهو في 25 من عمره. أعلن بشكل صريح معارضته لقوى الانتداب الفرنسي ودعمه لحكومة الاستقلال. وبعد نيل الاستقلال اللبناني عام 47 بدأ مرحلة المعارضة السياسية لملاحظته الفساد المستشري حينها في صفوف السياسيين، فأسس الحزب التقدمي الاشتراكي رسمياً في الأول من أيار عام 1949 مع مجموعة من رفاقه في لبنان. في العام 1951 عمل على تأسيس الجبهة الوطنية الاشتراكية للكشف عن الفساد الداخلي في لبنان ومحاسبة الفاسدين. في العام 1952 عقد مؤتمراً وطنياً في دير القمر في قضاء جبل لبنان باسم الجبهة الوطنية الاشتراكية، وطالب الرئيس بشار الخوري بالاستقالة، وهو ما حدث بالفعل بعد شهر من انعقاد هذا المؤتمر. قاد انتفاضة شعبية كبيرة عامي 57 و58 سياسياً وعسكرياً ضد عهد الرئيس اللبناني كميل شمعون، الذي حاول ربط لبنان بالأحلاف الاستعمارية بحسب ما تم إعلانه حينها. بعد هذه الانتفاضة تم انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، وتم تعيين كمال جنبلاط معاوناً له في العام 58، ليصبح بعدها أيضاً معاوناً للرئيس شارل الحلو حتى عام 73. كانت علاقته قوية جداً مع أغلب القيادات السياسية في السويداء، واستقبل في لبنان نائب الرئيس السوري الأسبق حينها شبلي العيسمي بعد هروبه من السجن أواخر العام 66 بعد انقلاب 23 من شباط من نفس العام. لعب كمال جنبلاط دوراً رئيسياً في إفشال المخطط الإسرائيلي عام 67 بخلق مشروع الدولة الدرزية، وهي عبارة عن دويلة طائفية تمتد حدودها من الدامور على المتوسط حتى الدياثة شرق السويداء، وتضم أيضاً غوطة دمشق وجبل وسهل حوران وصولاً للجولان، وتضم أيضاً جنوب لبنان، لتكون أمريكا أول من تعترف بهذه الدولة، وتكون هي بدورها الدولة الأولى عربياً التي تعترف بوجود إسرائيل. عرضت الفكرة على كمال كنج أبو صالح من أبناء الجولان، وهو برلماني سوري سابق،
وبدوره استعان بكمال أبو لطيف من لبنان لكشف المخطط، وقاموا بالتواصل الفوري مع كمال جنبلاط والذي كان له دور كبير في إحباط هذا المشروع الطائفي بعد أن قام بالتواصل مع القيادات السورية والمصرية. دعم جنبلاط بشكل كبير القضية الفلسطينية، وانتخب بالإجماع أميناً عاماً للجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية في العام 75، واعتبره الفلسطينيون نصيراً كبيراً لقضيتهم. يعتبر كمال جنبلاط من المفكرين القلائل على مستوى الوطن العربي، فمنذ كان في عمر 16 كان يكتب الشعر باللغتين العربية والفرنسية، وترك قبل اغتياله عشرات المؤلفات في السياسة والفلسفة والحياة الاجتماعية. بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 75، دخل الجيش السوري في كانون الثاني عام 76 ليضع لبنان تحت وصايته، وهو ما رفضه كمال جنبلاط ووقف ضده بكل الوسائل المتاحة، وهذا ما عجل على ما يبدو في صدور قرار اغتياله، والتي أشارت لاحقا معظم الأعمال الاستقصائية والدلائل إلى وقوف حافظ أسد بشكل مباشر خلف قرار الاغتيال، وبتنفيذ من اللواء إبراهيم حويجة الضابط في المخابرات الجوية السورية. في 16 من آذار عام 77، وأثناء تنقله على الطريق الواصلة بين جبل لبنان وبيروت، حيث تم استهدافه مع مرافقيه حافظ الغصيني وفوز جديد من قبل سيارة تحمل نمرة عراقية بالقرب من أحد حواجز الجيش السوري، وتزامنت عملية الاغتيال مع توتر كبير بين الدروز والمسيحيين في الجبل والأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الطرفين. ونتيجة اغتيال كمال جنبلاط حدثت ردود فعل كبيرة في جبل لبنان، وسقط على إثرها حوالي 144 مسيحيا نتيجة أعمال انتقامية اعتقد مؤيدو جنبلاط أنهم وراء عملية الاغتيال. قبل فترة من اغتياله وأثناء وجوده في مصر، نصحه رئيس مصر الأسبق أنور السادات بعدم العودة إلى لبنان حسب ما أفاد به ابنه وليد جنبلاط، وهو ما لم يقبله كمال جنبلاط، وقال للسادات حينها: أريد أن أموت بين أهلي. وبهذا استطاع حافظ أسد صاحب المصلحة الأولى في اغتياله أن يزيح أحد أهم القوميين العروبيين الرافضين لنظامه.